السلام عليكم. صحيح بأن فصل الصيف ابتدأ فعلياً أمس الجمعة الموافق 21 جون، ولكن الجاد في موضوع الحركة وممارسة الرياضة سيبحث عن الوقت المناسب وعلى مدار اليوم الممتد ل24 ساعة. في الآونة الأخيرة وللأسف الشديد بدأنا نلاحظ شباب في الأربعينيات من أعمارهم بدأوا يشتكون من أزمات قلبية، عمليات قلب مفتوح، عمليات قسطرة، أو الشكوى من بعض الأمراض المزمنة، ارتفاع الضغط، السكر، تصلب الشرايين وما شابه من أمراض تستدعي من الجميع الالتفات لموضوع الحركة وممارسة الرياضة. موفقين لكل خير.